شوفوا أخلاق أهل البيت إخواني. اليوم إحنا مجتمعنا تنقصه هذه التربية للأسف، عند البعض تنقص هذه التربية، تنقص هذه التوعية. حب آل البيت للناس، حب آل البيت لله، حب آل البيت في الاعتناء بالممتلكات العامة. احنا لعبنا لا للأسف بعض من عندهم، مو لكل قاعدة شواف، اتخذنا من أسماء آل البيت تميمة للبركة، لكن كتطبيق على الواقع العام ما أدري، وكل واحد يحاسب نفسه، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. خلينا نرجع الموضوع. فالإمام المجتبى صلوات الله عليه، سبق وأن أسلفت بالذكر البارحة، مهما تحدثنا لا نستطيع إلى أن نصل إلى ماهية شخصيته، إلى أبعاد شخصيته، إلى حقيقة شخصيته. البارحة ذكرنا من صفاته أنه كان عالما، ومن صفاته كان عابدا، اليوم من صفاته كان حليما. حليم، شوف هذا الحلم، التأني، الحلم رأس كل فضيلة. الغضب، يقول النبي صلى الله عليه وآله إياكم والغضب، فإن الغضب يفسد الإيمان. في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وآله يقول إن إحنا للزلم، باعتبار أكثر المشاكل تصير عند الرجال يعني، حتى لو كان أكو مسبب آخر لكن هي أكثر شيء عند الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني احنا بالدارجة نسميها المصارعة، يعني الزلمة السبع الخوش، خلنا نحكيها بالدارجة أحسن، زلمة أبو شوار أبو سبع يقول أنا خوش زلمة، مو زلمة وبيحظ أسرعة ويصرعني، لا، ولا أعارك ويعاركني، ولا أضربه ويضربني، ولا أفصله ويفصلني، مو هذا الزلمة بيحظ. النبي يقول مو أنا، ليس الشديد، الزلمة القوي الشديد الخوز زلمة، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد، الرجل الخوز زلمة صدق أبو شوار أبو بحاظ، وإنما الشديد من يملك نفسه ساعة الغضب هنا، وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. خوز زلمة أنت سبع، خوش رجل أنت بيك حاظ، إن شاء الله شو كنت تبين؟ تبين ساعة يجي الشيطان يدغدغ أعصابك على كلمة، على زلة من المقابل، على خطأ من المقابل، يريد يفور أعصابك حتى يفسد دينك. هنا أنت تبين خذ زلمة لمو خذ زلمة، تضبط أعصابك وتجاز الإساءة بالإحسان، تضبط أعصابك وتستغفر مثل ما أخلاق الإمام ابن تيمية، استغفر الله لي ولك، ويدير وجهه ويجي هذا يلحقه هو على رجلي يقبلهن، أنا أعتذر بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا بالأخلاق، بالأخلاق يجازي الإساءة بالإحسان. الإمام المجتبى محتاج قوة، إحنا من صفات المعصوم، المعصوم كامل يعني، حتى قوة، قوة بدنية وقوة ذهنية وقوة عقلية، كل الفضائل اللي تكمل أو تبني الشخصية موجودة عند المعصوم. يوقف يوم بالمدينة وحوله لفيف من أصحابه، ويجي واحد مدسوس من قبل، ما نريد نقول منين يعني، هو التاريخ يكتب منين، بس احنا ما نريد نثير حفيظة البعض يعني، احنا ان شاء الله منبرنا منبر سلام، وشهر الحسين أيام الحسين أيام سلام وأيام حب تسود بين المسلمين، مو فقط المسلمين أحبتي، احنا نريد أيام الحسين أيام حب حتى في مختلف بين مختلف الديانات يعني. ايش قد حلو اليوم ما سمعت أنا اليوم صار لنا خمس ليالي في مجلسنا قاعدين بعض الأخوة المسيحيين، جيت لطيف، هذه رسالة حب، رسالة سلام. عندنا بعض الأخوة المسيحيين صار اليوم خمس ليالي يحضرون العزاء وياكم، عندكم معلومات أنتوا أهل الديرة أكيد تعرفوهم، جزاهم الله خير، أهلا وسهلا بهم حبا وكرامة، أهلا وسهلا. ذولا ناس سبق وأن هواية لهم مآثر، خصوصا النصارى المسيحيين ترى لهم مآثر مع شيعة أهل البيت، سيجينا خلال البحث ذاك المسيح اللي وقف على يزيد ووبخه وهو في مملكته وهو في بلاطه، هو هذا الحسين. الحسين إنسانية، ترى الحسين مو مال الشيعة لو مال ابهاتهم، لا، ولا مال المسلمين لو مال ابهاتهم، لا، الحسين لكل الإنسانية ولهذا شخصية، أو بالأحرى كل شخصيات أهل البيت، لكن الخصوصية في الحسين الثائر، صار قلم القلم
يهبط على شخصية أبي عبد الله بمختلف منله ونحله. بوذي كتب في الحسين، هندوسي كتب في الحسين، ماسوني ماركسي كتب في الحسين، ربع ليلين كتبوا في الحسين، يهودي كتب في الحسين، كل الطوائف والملل والنحل كتبت في الحسين الثائر. هذا إن دل فإنما يدل على أن آل البيت لكل الإنسانية مو فقط للمسلمين. نعم أئمتنا نفتخر أن نسير على نهجهم ونتبع خطاهم وننال شفاعتهم إن شاء الله، لكن حصرا هم إلي وإلك لا، آل البيت لكل الإنسانية. تجي تلقي أنت مسيحي قاعد يمك في المجلس، هذا فرد شيء أنا أشوفه محط فخر محط اعتزاز. هذا الطيف، هذا الطيف العراقي، هذا اللون الحلو، هذه اللوحة الجميلة من 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 أصناف الشعب العراقي يرسمها مجلس الحسين. إذن الحسين عنوان وحدة، شعار محبة، شعار سلام، شعار ألفة بين النسيج المجتمع الواحد والدم الواحد. خلونا هالشكل إخواني، هيش أفضل. عمر التفرقة ما فادت أحد، عمر الطائفية ما فادت أحد، عمر الخلاف ما فاد أحد، ما عمر بيت. تجي تلقي الإمام الحسن واقف بالمدينة، وأكو واحد من قلت لك يعني يذكر التاريخ، هو منين ما أريد أذكره حتى لا أثير حفيظة بعض الإخوة، وهذا إجي وقف قبال الإمام الحسن وقالوا له تعال غيظة، ضوج الإمام الحسن. إجي وقف، أول ما وقف بدأ بشتم الإمام الحسن، سبه الإمام الحسن، داير مدائرة مجموعة من أصحابه، وأصحابه شوية تحرك الغضب عندهم، راح النوب رجع، شتم الحسن وشتم عليا صلوات الله عليه. شوف ركزوا إخواني، هو اللي مثل علي بن أبي طالب يشتم؟ ما حد يشتم علي بن أبي طالب إلا ابن حرام، بس معاوية وربع معاوية، مو يا علي ما أحبك إلا طاهر طاهر وما أبغضك إلا ابن زنا وحرام، هذا حديث رسول الله مو أنا. راح بعد رجع شتم الحسن وشتم أمه وأبوه. ها شتمت الزهراء، تعدك معلومات شتيمة الزهراء هي التي قتلت المتوكل العباسي ابن المنتصر، اجى طبعا على قاضي قضاة الكوفة. تخليك تعال فهمني، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، صح ولا غلط؟ قال له صح. قال له المتوكل أبوي يشتم الزهراء فاطمة. قال له هذا أبوك بعد عنده حصانة خليفة ما نقدر ندخل يمك. قال له لا أفتيني مأجورا، أنت صير مأجور لا صير مأزور، لا تصير تدغدغ مشاعر الحاكم، ما حكم من يشتم فاطمة؟ قال لي الأمان، قال بلى ولك الأمان، قال حكمه القتل. اللي يسب فاطمة الزهراء مثل اللي يعتدي على حرمة الباري عز وجل. من آذاني فقد آذاها، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. هذول أسماء مقدسة، ذوات مقدسة، ما نقدر إحنا نتجاسر نشتمهم نسبهم. فقال له حكمه القتل، قال بلى. قال له وما تصنع؟ قال له سأقتل أبي. المنتصر قال راح أقتل أبوي. قال له أوقف بس إلي عندك نصيحة. قال له شنو هي؟ قال إن قتل الوالدين يخصف العمر. قال والله سأقتله ولو كان من عمري يوم واحد، ثأرا للسيدة زهراء. وأجوا قاعد هو الوزير مات الفتح بن خاقان وقطعوهما بالسيوف الشكل حتى تناثر لحمهما في كؤوس الخمرة جل الله سامه. المهم السهل هذا بحث خاص، شتم عليا وشتم فاطمة، والإمام الحسن يباوع للجماعة، وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم، صاروا يريدون يصولون عليه. الإمام قال لا عوفوا خلوه. راح بعد مرة يريد يرجع يشتم، تلقى الإمام الحسن بمكارم الأخلاق بهذا اللسان قولته إن اللي ينقط عسل، استوقفه قال أخ العرب إلينا إلينا، هل لك ضالا أرشدناك، أو جائع أشبعناك، أو صاحب حاجة قضيناها لك، علك تجهلنا جزت ما تعرفنا، زرنا تجدنا كراما طيبين. انت حاطنا الشتم بينا علي من خاف ما عرفتنا، خاف جوعان، خاف عطشان، خاف طالب كسوة، خاف طالب حاجة، ده تعال تعال. حط ايده بيد الامام الحسن وهو يضرب على كتفه يريد يرضيه، جابه ودخل المضيفة. هذا ايش صار بي؟ شو بيمن كسر عينه بالاخلاق اخواني؟ اي واحد تعامله بطيب مو تكسر عينه تاخذ قلبه، هو البشر هالشكل، هو الإنسان هالشكل. الإنسان سمي إنسانا كي يأنس بالذي من جنسه. جابه تعالي طبطب على كتف، تعال اقعد، أعد له مائدة الطعام، أكل، هو يأكل وعيونه يجرن. الإمام الحسن دربي هذا خجل عفو ما حكى وياه،
إلى أن فرغ من طعامه التفت إلى من؟ الإمام المجتبى. قال له سيدي، الإمام قال نعم. قال والله لقد دخلت المصر وأبغض الناس إلى قلبي أنت وأبوك. أنا طبيت شاحنيني عليك جماعة، شون أكو بعض ناس واحد يشحن يشحنك واحد على واحد ما تعرفه ما تعرفه، يو لا تروح لفلان خيولي مخوشات، هاي من سياسات التسقيط للأسف. أنت ما تعرفه، أنت ما معاشره، أنت مو قاعد وياه أصلا. قال لك يا با هذا متكبر، هذا هيك، هذا هيك، هذا هيك، يا با لا تروح لفلان، خلي يولي اتركه، شحن طاقة. مو ابن آدم شو مدري كتلة من الأعصاب. فقال له دخلت المصر وأبغض، المصر يعني المدينة، وأبغض الناس إلى قلبي أنت وأبوك، وأخرج من المصر وأحب الناس إلى قلبي أنت وأبوك، وهوى على رجلي الإمام المجتبى يقبلهما. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استحسن استعبد الإحسان إنسان. بإيش جاب الإمام؟ بالإحسان، بمكارم الأخلاق. جزء من مكارم الأخلاق أن الإمام كان قادرا فعفى. شو تصور الإمام حسن؟ قلنا مو عايز قوة، وهذا جاي يسبه ودار مدار أصحابه، خوي يقدر يقتله ما يقدر، يقتل ويذبح وكل شيء يسوي. مكارم الأخلاق في ثلاثة منحسرة: لين الكلام والسخاء والعفو عند المقدرة. ثلاثة صار عند الإمام حسن: هم لين الكلام، كلموا يا بلين طيب، وهم السخاء جابه وأكرمه، وهم العفو عند المقدرة عفا عنه. تعالوا خلنا نتعلم هاي الدروس من الإمام الحسن سلام الله عليه، بغض النظر وين انولد وشون انولد وشون استشهد كيف سوم إلى آخره. تعالوا هذني خلينا نأخذ الإمام المجتبى، من تخرج من ميدان الحلم تدخل إلى ميدان الكرم. سنبقان الله وقاكم بعد ليلتين، احنا من الحلة بنفس التوقيت على نفس المحطات، هم بعد يجوز عندنا سوالف عن الإمام الحسن. الإمام المجتبى كان كريما، بعض المؤرخين يقولون أنفق كل ما يملك مرتان، وأنفق نصف ما يملك هم مرتين. يعني اليوم واحد يجي يبيع كل اللي عنده ينفقه في سبيل الله، ترى تحتاج قوة قلب. أكو واحد عنده جرأة اليوم كل شيء يمطي وما يحسب الباكر وش راح أدبر وشلون. هذا إيمان أهل البيت، الاتكال على الله، على القوة المطلقة. أنفق كل ثروته، كل ما يملك مرتين، كل في سبيل الله. نعم. ويجي ذاك السائل شلون بس شلون يمطون الله خو مو عبأك. بعض ناس من عندنا والله حتى أصلا بصراحة تستحي، يعني هو جاي ينفق في سبيل الله بس ملوثها برياء وعاجنها برياء وأصلا مطابخها برياء. سمع احترامي أكو بعض مؤسسات أنا شايف هسه في أماكن ما أريد أن أذكر، أكو بعض مؤسسات ألقت على عاتقها كفالة الأرامل واليتامى مثلا، والله بذاك الصيف الحار تجي منك قبل شهر رمضان تجي تلقي لك قطار من يجوز منا رأس الشارع ما أدري في 70-80 مرة وأكفات تضرب بهن الشمس. زين هاي لو إما زوجها شهيد وعدها كتلة من الأطفال، لو زوجها ميت وعدها كتلة من الأطفال، الفقر داقها طاحنها عدل، لأن هي لو أمورها زينها فما مستعدة تجي توقف في شي موقف. هذا موقف أصلا يعني حتى المتسول، ما كل متسول الصادق أو الكاذب ما عنده استعداد هيك يهين روحه. تجي توقف بويا ذن مصفطات على الرصيف فوق 70-80 مرة على شنو؟ قال والله على بطل زيت، فتكيلي وين ثلاثة تمن، فتكيلي وين ثلاثة عدس، فتكيلي فت أشياء يعني كل قيمة الوجبة الغذائية ما تجيب لها 50,000، وأنا ممتهن كرامة هذا الفقير على 50,000 ومكفى بالشمس يتلظى، وتعال جيب جناسي وجيب تأييد مختار وجيب واحد يزكيك وجيب ما أعرف إيش، وهذا فوق ضيمة وفوق فقرة وفوق الشهيد اللي راح وفوق الأيتام، أنت تجي تعال تمتهن كرامته توقف جو الشمس وتضرب على رأسه. هي هاي والله أخلاق أهل البيت. لو تجي تلقي المؤسسة أسماءها على أسماء أهل البيت، ما عندنا واحد من أهل البيت هالشكل امتهن على الفقراء، ما عندنا، ما عندنا. أنا بعيني شايف هذول اللي 70-80 مرة واحدة ورا واحدة واقفات جو الشمس، باقي الأماكن شي يسوون بيهم ما أعرف، ونقول رب ارحمنا. شلون ارحمكم؟ دول أيتام،
بينما تجي تلقي أهل البيت إذا أرادوا يتصدقون قالوا تهنى اليمنى ما تدري باليسرى. إجا ذاك الرجل وكان فصيحا بليغا دخل في مجلس الإمام الحسن وقف قائلا: سيدي لم يبق لي شيئا يباع بدرهم يكفيك رؤية منظري عن مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته ألا يباع وقد وجدتك مشتري. إلهي مشين عليك الحسين، لا تخلينا نبيع ما يوجهنا غير بس لإلك والنبيك والأهل بيت نبيك، لأنه هذا ماء الوجه إذا انباع هو إزحنا هو صعب. فهذا إجى تاجر بماء وجهه عدما عند الإمام الغيور عند الإمام المجتبى: إلا بقايا ماء وجه صنته ألا يباع وقد وجدتك مشتري. هو يتألم الإمام من سماع هاي العبارة، هذا جاي يبيع مي وجهه علي. قام الإمام دخل فتح اللي عنده لقاهن 4000 دينار. 4000 يعني مبلغ إلى قيمة، البارحة قلت لكم القوة الشرائية للدينار إيش كثر. جابهن الإمام وضعهن بصرة مد إيده من وراء ستار، صاح: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكن وكأننا لم نشتري. وقف مد إيده. أنا سائل إجي اللي يجيبها ما يجيبها، أخذ الأموال ما يقبل يطلع الإمام بقى جوه فترة. اجى الحاجب: سيدي تطلع الناس قاعدين. قال له: هذا السائل اللي اجي تاجر بمي وجهه راح؟ قال له: ايه راح. قال له: الان اطلع. طلع الامام اجى واحد من المقربين الخواص: سيدي ابو محمد الامام الحسن، سيدي انت خودي خلت واكرمت واجزلت في عطائك، خو ليش انت ما طلعت؟ ليش ما انطيته وجه لوجه؟ زين ليش انتظرت تاخرت الى الراح يلا انت طلعت؟ قال: ما قدرت أطلع. ليش؟ قال: أخشى أن أرى في نفسي عز المسؤول ويرى في نفسه ذل السائل. شوفوا يا جماعة الخير، حتى لا يحس روحه هو صاحب حاجة إلي ولا أنا أحس بروحي زهو خي لا أنه أنا أمضيته، أنا ما متفضل أحسب نفسي عليه. هذا أخلاق الإمام المجتبى، ولهذا اللي يعيش في هذا الجو المفعم بالإيمان والاقتراب من الله أكيد أن الطرف الآخر ما يروق له. يعني الطرف الآخر يريد ينهب أموال المسلمين، يريد يعيش على دمائهم، يريد يعيش على أرزاقهم، على قوتهم، على قوت أيتامهم، ما يروق له يشوف هذا ينفق ثروته مرتين ويهدأ. هو أصلا من تاريخ معاوية الأسود أنه بنى الخضراء. الخضراء على حد تعبير بعض المؤرخين كلفت بيت مال المسلمين حمل 18,000 بعير فضة وذهب. 18,000 بعير فضة وذهب كلفت. هذا يروق لمن يشوف الإمام الحسن هالشكل ينفق؟ ولهذا صار اللي صار ووقعت الخيانة في جيش الإمام الحسن. ناس هم الشؤن يعني هم أهل البيت هم ما يشرفوهم أنه يقودون هجي هجي هم جورع. قال لهم: أنا بإجازة عن الحدث التاريخي. قال لهم: أنا سمعوا، أنا عندي وصية أنه أوقع هدنة، مو صلح هو هدنة، بس أنا ما ردت هذا الظالم يمتهن كرامتكم. وطلعون صاحوا نطلع، جابهم وصل بيهم للنخيلة، ومعاوية زاحف بجيش الشام جاي قريب النخيلة. الإمام المجتبى أمر عبيد الله ابن العباس، هذا عبيد الله ابن العباس عود رحم، والله رحم يعني هواي أكو عبارات أنا جاي أتجنبها بصراحة. هذا عبيد الله ابن العباس عنده أولاد 2، واحد عمره 4 سنين وواحد 7 سنين. هو كان والي في دولة علي بن أبي طالب على اليمن. عبيد الله ابن العباس أولاد دولة 2 ذبحهم معاوية في الشام على يد بسر ابن أرطات. 2 هم أولاد 4 سنين و7 سنين أطفال وذبحهم، ما كفى ولا ترى الصدر غل على معاوية. رأسا الضمير يسقط، المبادئ تسقط، الكرامة تسقط، الدين يسقط أمام بريق الدينار والدرهم. لكل أمة عجل، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم. إجا صار على إمرة الجيش والغزل الأموي بدأ
وبعث ألف ألف ذاك الوقت ما كل أفضت مليون يعني مليون ألف ألف دي درهم إلى رشوة إلى عبيد الله بن عباس بس كون يتراجع عن قيادة الجيش. وترك الإمام الحسن وتخاذل بالليل، هذول الجنود هم بالليل نايمين، صبحوا الصبح فتحوا عيونهم لقوا القائد العام مالتهم ما هو، شو يصير بهذا الجندي بعد يقاتل؟ أعطيكم مثال، مثلا هسه بن موصل لما هاي الزلم نامت بالليل وقعدت الصبح لقيت هاي ضباطها كل من حاطر تبته بالبسطال ولابس قلبية وشارد، بعد هذا يقدر يقاتل عن الموصي؟ مع احترامي للضباط وللرتب يقاتل بعد؟ غمض بالليل ناموا وذولا قاعدين جاي يتعشون يزقنبون، صبح الصبح لأن الجماعة، هذا لاقف طيارة طالع الأربيل وهذا ما أخذ المايته ورايح مدري وين مولي وهذا مدري وين مولي، وهي ظلت الجنود. ومن دخل البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم بلادي، ليش؟ لأنه وطنيهم أولا، واثنين تخاذل القادة. نفس الشيء نفس التاريخ عاد نفسه بالموصل، هم عبيد الله بن العباس بالليل شرد قادة الفصائل ذول الضباط الزغار هم باوعوا وقالوا كان إذا, إذا, إذا زعيم القوم إذا كان رب البيت بالدف ناقرون، إذا هو زعيم القوم شرد أنا مسوي، ظل وجه قباحة على معاوية على اليمن هم دير وجه كروح. اجى الامام الحسن اللي قالوا له هذا العدد جاي يتقلص، قال لهم الان بكيفكم، تريدون نقاتل لو تريدون لا، جماعه قالوا نقاتل وجماعه قالوا لا. صفن الامام شاف ذول اعدادهم جاي تتقلص، ما بقي الا القله القليله معه، واكو بيهم ناس راشيهم معاويه من جماعه الرشا، لانه كتب لهم وكتبوا له انت لا تجهد نفسك في حربك مع الحسن بن علي، مجرد أن تدخل إلى المنطقة اللي أنتم حدديها إحنا نجيب لك الحسن بن علي مكتوف الأيدي. والله لو صايرة مو الله سبحانه وتعالى سدد الإمام وسدد العصمة هنا، لأنه لا صايرة هسه يقول لك يا بتعالوا لحد الآن لازمين علينا مال الأيام، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إحنا هسه راح نصير وحدة بوحدة، إحنا طلقاء وأنتم طلقاء، بس الله سبحانه وتعالى سدد الإمامة. وحكمة قيادة المعصوم للأمة الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني قاما للجهاد أو قعدا عن الجهاد، أكو حكمة أكو عقل قيادي يتصرف صح، أكو إدارية وحنكة سياسية بالموضوع. الإمام راسن قال لا أنا راح أوقع على الهدنة، قام واحد قال لا أشركت كما أشرك أبوك من قبل، والثاني جاب خنجر وبعض يقول معول ضرب الإمام هالشكل راد على راس الإمام شوي حرك راسه، سقطت الضربة في فخذ الإمام بأبي وأمي. يعني انت من هاي النيمونه وشوف هذول المجتمع ممكن ان واحد يقوده؟ والتاريخ سبحان الله هذا التخاذل، جابوه للبيت سبايا طببوهم يوم 13 محرم هنا خريبه الكوفه، هي خريبه الكوفه وخريبه الشام، وهو هي اودت بقلوب ال محمد. يعني تدري الامام الحسين الشهداء شهداء كربلاء كل واحد صار له 3 ايام فارق أهله، وعافوهم مجزرين على الرمضاء ونسوان وأرامل ويتامى، وهذول كلهم فاقدين أحبة وصياط وضرب ولوعة وطريق وخوف ورعب وعطش وجوع، وجابوهم للخربة التي يصفها الإمام زين العابدين حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. طلع بالباب باب الخربة جعله واحد قال السلام عليك يا مولاي علي بن الحسين، عظم الله لك الأجر بأبيك بعمومتك الله يساعد قلبك، عندي طلب يمك. الإمام قال له قول، قال له أنا بيتي هنا بصف الخربة هالشارع لهم، هذا العقد ليمك من الله ومنك الطب تشرفني للبيت ولو دقيقة وتطلع. الإمام قال له ما أقدر، تجي تشوف أنا عماتي وأخواتي وهي النسوان ما إلهن غيري. قال له أقسم عليك بأمك الزهراء، هذا القسم الزهراء على آل البيت حبيبي يعني قسم عظيم هواي صعبة. إمام باوع عليه ما أقدر ألح بأمك الزهراء، قال اعطيني مجال. طب العمته عمه زينب أنا رايح هذا رجل هالشكل دعاني وأنا لازم له بالدعوة خليني أروح ما أتأخر لا أتأخر. راح الإمام زين العابدين دخل بيت هذا الرجل، جلاوزت عبيد الله بن زياد بالكوفة فتحوا عيونهم شافوا الإمام زين العابدين ما هو، فتشوا عليه بالخريبة لقوا ما هو، وصل الخبر لعبيد الله بن زياد قال له طلع ذولا، قبل كان الإعلام عن طريق الدمام والصوت العالي، طلع المنادي ينادي
ألا ومن عثر على زين العابدين حيا كان أو ميتا فله 10,000 دينار ذهب. لبالهم الإمام شرد عاف عياله وشرد. الإمام وين قاعد؟ قلنا خطار عد واحد. اجي المنادي مر بالشارع مال الخطار مال أبو البيت ويصيح 10,000 دينار اللي يجيب خبر على الإمام زين العابدين. اجي أبو البيت قال له سيدي يا علي بن الحسين أو سمعت المنادي؟ قال له إيه أنا مو قلت لك ما أقدر أعوف عن عائلتي، شوف هسه تسببت لنا من مشكلة. قال له زين أنت جيت تسمع المنادي له؟ لا. أعادها بعد مرة على الإمام السجاد. قال له جيت تسمع المنادي له؟ لا. قال له نعم أنا جاي أسمع المنادي. قال له أطلب منك طلب؟ قال له أطلب. قال له ما تخليني أخذك وأسلمك العبيد الله بن زياد وأحصل بيك 10,000 دينار سوى ما راح يسوي لك شيء. ها شو تقولون ذولا؟ هاي الأمة ينطلع وراها؟ يستحقون أهل البيت يقودون هيجي همج هيجي رعاع؟ أنتم من هاي وقيسوا يعني الله يسعد قلوب أهل البيت. خطار عندك ببيتك ضيف يقول له خليني أروح أنا أسلمك سوى قبل راح يذبحك ما راح يسوي لك شيء عبيد الله، وما أنا أسلمك وأخذ 10,000 وترجع لعيالك بهالخسة. الله يساعدهم. ومع كل ما ألم بهم من عظيم من عظيم المصاب وهم يدعون الله يغفر للناس، حتى جيء بهم بعد سفر بعد عناء طويل وأوصلوا إلى الشام وآهن من الشام. شقد ما شافت من عدها لوعة زينب، أول ما وصلت الشام ماتت، ما لحقت تشوف حتى الشام عدل لأنه شافت مصايب. هذا سهل بن سعد الساعدي يقول أنا صاحب رسول الله، أنا ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، يوم ما دخلت الشام لقيت بالشام عيد، رجال يغنون ونساء يرقصن وشباب ما أعرف شنو، وقلت شكو؟ قالوا اليوم عيد. قلت هذا عيد خامس عيد المسلمين، الأعياد على عيد رسول الله، الجمعة والغدير والأضحى والفطر، هذا منين العيد الخامس؟ شو ما سمعت عيد خامس أكو عيد المسلمين. يقول يا مجموعة على جيهم يدقون يرقصون، أقول لهم شكوا؟ ما حد يقول لي شكوا. يقول خل أطلع، هذا بالظاهر الناس أصابها الجنون. جيت أمشي بزقاقة من الأزقة فسمعت بكاء عاليا، جيت أتأكد من صوت البكاء وصلت إلى خربة فرأيت شيخا كبيرا قد رفع حاجباه بخرقة، من شافني أنا جيت مسح عيونه راد يسوي نفسه مو باجي. وصلت عنده قلت شيخ الناس في عيد وأنت تبكي؟ قال أنا لم أبكي. قلت لا بل أنت تبكي. قال رأيتك بعيناي وإلا أعميتا. قلت يا با أنا، قال يا با أنا ما أبكي. قلت لا أنت كنت تبكي. قال لي أنت منو جيت لحل هذا السؤال؟ قلت له أنت معجبني الناس ترقص وأنت تنحر، علي من تبكي؟ قال لي أولي الأمان إن أخبرتك؟ قلت له لك الأمان. قال لي ليش أنت منو؟ قلت أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه يقول صاح السلام عليك يا رسول الله، وازدادت لوعته وازدادت دمعته وازدادت حسرته. قل له يا سهل التلومن البكاء وعيالات رسول الله يجوبون بهن من بلد إلى بلد؟ تأصلا تقول لي ايش تبكي؟ ورأس حبيب رسول الله يحملونه على رأس رمح طويل. قلت له أوقف أوجعت قلبي، هذا وين الحكي اللي جاي تحكي عنه؟ يقول أشار إلي إلى باب من أوسع أبواب الشام اسمها باب الساعات، اجيت لقيت لفيف من الأرامل واليتامى تقدمهم امرأة متجلببة بالسواد تنادي أيها الناس غضوا أبصاركم عن حرم الله وحرم رسوله ولكم ما تستحون، أما فيكم غيور؟ الناس يتفرجون كأنما كل شيء ما صاير. بعد هنا يقول أنا لما سلمت هذه المرأة قالت لي ذاك الإمام زين العابدين اذهب وكلمه، أنا انبريت شفت الإمام من بعيد لابس ثوب أحمر جاي أختصر. قلت عجيب الإمام سابين أهله ورافع الرأس، أبوه معقولة يرغب يرتدي ثوب أحمر؟ لما أجيت شوي ركزت بالرؤيا وإذا بي أشوف هذا الإحمرار يتدفق من عنقه الشريف من أثر الجامعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقبلت عنده قلت سيدي عظم الله لك الأجر. قال من المناصر في هذا اليوم الذي قل فيه ناصرنا وكثر باغضنا؟ قلت خادمكم سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدكم رسول الله وسمع حديثه. بعد الإمام يبث لواعجه، أسمعت أن علوية سبيت أن طفلا روع من آل محمد؟ هذا اللي صار علينا وأدخلنا إلى مجلس يزيد، هنا طلع هذا النصراني الشريف
لما سأل وضع الطشت أمام يزيد وأخذ يزيد ينشد هالأبيات: ليت أشياخي ببدر شهدوا، حافظيها. وصار يضرب ينكث ثنايا الحسين بمخصر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا النصراني هذا الشريف شال إيده، قال لأبياتك توحي على أن هذا الرجل اللي أمامك صاحب شأن وإلك ثار وياه، والثأر أنا أشوف ثأر عقائدي. لمن هذا الرأس الذي أمامك؟ صار يتحرى إلى أن بدأ بالتحري أكثر، عرف أنه رأس الحسين بن بنت رسول الله. تدريش قال له؟ قال له: يزيد سود الله وجهك. وكأحنا النصارى عندنا أثر لحافر بغلة عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعلى أفضل الصلاة والسلام، أثر لحافر بغلة عيسى ابن مريم، مسوين إلها مزار ومخلين إلها شباك، ونتبرك بيها لله حتى تنقضي حوائجنا، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم لعنة الله عليكم. هنا استشاط غيظ وأمر بقتل هذا الرسول. حينها هنا بعد شنو سوى يزيد؟ صار يتلاعب بمشاعر النسوة والأطفال. أخذ بيمينه، بيمينه الصوت أو الخيزران، أخذ يلاعب به رأس الحسين. حر قلبي لزينب يوم نظرت منادي، ريت يشوفنا الهادي بن هند أعلها الحالة. يا بتضرب رأس اليمة ويمك ماش بأطفال، وانت على التخيت جاعي دولية تفكر عيال، وصفة والأسف شي فيت صار الثار يوم بعيد، لابد يوم لك يزيد توقف بالحشر وياه ويحكم باري اسماء. حينها رقى الإمام زين العابدين على المنبر، أخذ خطاب الإمام بعد التمار عليكم، وبعدين بالأخير لما راد يرد على الناس بإمامة رحنا مو خوارج، بدأ يقول: أنا ابن نقيات العيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، نعم أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن، حتى قال أنا ابن فاطمة، أنا ابن خديجة. الناس اللي قاعدين بعض منهم عرف بعض ما عرف، اللي ما عرفوا صاحوا: يزيد قل لنا هذول منو؟ يزيد سكت ما جاوب. من اللي انبرى؟ الإمام زين العابدين. بقى يأكد في خطابه: أنا ابن محمد، أنا ابن علي. قاموا له جماعة قالوا له: هذا الأمير ما جاوب، أنت جاوبنا، أنت قلت أنا ابن محمد، أنا ابن علي، أنا ابن فاطمة، أنا ابن خديجة. ما بقي من هذه الذرية الطاهرة إلا الحسن والحسين، أنت ابن من منهما؟ فصاح: أيها الناس، أيها الناس، أنا ابن المذبوح من القفا. أيوة يا ماما، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن من نساؤه تهدى سبايا. نزل الإمام من على الأعواد، السيدة زينب احتضنت ابن أخيها. صاروا يشتمون بعد، صارت سياستهم سياسة الجبن، الشتم والسب. حر قلبي لزينب حولت وجهها إلى الأقمار إلى الروس، نادت: يا أخويا معقود معقود؟ طب وين ولدي؟ وين معقود؟ طبينا 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 ولدي، وين معقود؟ وشماماتنا بالمجلس قعود، شمايتنا بالمجلس قعود قعود، غصبا ينشدوني وعلى الشود، انا عتبي على مقطوع الزنود، هي يعتبي على مقطوع. ليلو